هادو بلا ما تبقاو ترميوهم الرجل الشباب هادو بلا ما تبقاو ترميوهم كينفعوا صاحبي كينفعوا كيصبروا وشحال تطيح لي من مره وما كتهرش. هو الراقصه مايا طلقات غريب غريب ان الراقصه مايا طلق الاستاذه نتاع النصائح الخبيره في العلاقات الدبلوماسيه اللي كتكون كتربط بين الرجل والمراه عارفه الخبايا ديال الرجل عارفه كل شيء على الرجل في الاخر طلق وديما تتبقى عليهم بالنصائح وهي كالراجل الراجل غدار الراجل كدا وحنا صابرين حنا صابرين كنشوفوا العيب كيتجبد فينا وكتظلمونا وتقولوا حنا غدار حنا غدار حنا الرجال غداره ربي تينتاق ربي كيشوف كلشي. شوفوا هذا الفيديو ديال اللي بارطاجيها معقول هشام الله يوفقكم والله معقول هشام الله يوفقكم والله يزن معقول ونيشان بالله عرفتي ربع المرات كنحس براسي عندي الكرون كنحس براسي عندي الكرون ديال الكرون اللي كانوا كيديروا لنا المخيات ديال الشيطان الجنونات ديال الشيطان هكا كنحس بلي عندي مدوبلين علاش عندي الكرون داير دوبل فيراج ان دو وعاد لا بوينت حتى على صبعك تقبلي علاش يا بي حدا تيلمون جو سون كو هو نيا و مسكين باقي نيا باقي نيا ما حنينه البنات حنينه كيبقى فيا كاع بعض المرات كنقول واش تعيش معنا مع غانا علاش غنقول لكم حاجه شو الشوفات ديالو كي داير كان ناوي الغدر من الاول شوف الشوفات ديالو شو كي كيشوف فينا تري امبورطون شو النفاق حنا دايزين شو النفاق قولوا ان شاء الله يوفقكم هي كتنافقوا وهو كينافقها وهي عارفة باللي هو كينافقها وهو كذلك وعاشوا ولكن النفاق ما كيطولش اجي دابا نشوفوا من بعد ما بقاش حنين كان شحال هادي حنين ونية اجي نشوفوا من اللي ما ولاش نية ولا حية بغيت ندخل غير لداري بعدا في المغرب نجلس فيها بعدا شي سيمانة ولا 10 ايام ونرجع نكمل هاد الحرب اجي مرحبا بك الدار داركم هانية ما تبكيش ما تبكيش هانية 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 يخلي قوي واش كاين شي قوي اكثر من التقويت اللي فيها لا كوني قويه والله تتكوني قويه ما بغيناش نشوفوك ضعيفه مايا مايا ما ولفناش هكا ما ولفناكش انك كتبكي دائما عارفين قويه كتعطي النصائح للعيالات كوني قويه كوني ما تاثرش فيك صافي مشى واحد يجي واحد هانيه يخلف الله الشباب شو مشكل الحرام كان حنين كان حنين اللهم لا شماته والله حتى والله اخي ما تبغي تطلق حتى شي واحد حتى شي واحد ما حدو تجوز الله يسهل عليه ولكن الصات هذه راه شحال من وحده خرجت عليها شحال من وحده ريطاتها في دوك النصائح ديالها ما تيقيش في الراجل الراجل ولد مشات طلقات منه الصراحه بقيتي فيها لا باينه بقات فيك باينه بقات فيك تتقطع لك في قلبك يا اختي يا اختي باينه حتى انت يا قلبك الوليد باينه بقات فيك يا اختي انا بغيت نعرف غير سميت القلم باش مكحله عينيها راه راسي ضرني كتبكي والكحل لاصق في بلاصتو ام يوسف ما بقات فيها لا حيت طلقات ولا المشكل اللي عندها ولا السيده كتبكي وداخله في حاله اكتئاب ولا مضمره نفسيا ولا ما بغاوش يخليوها تدخل المغرب هي ضرها راسها علاش مايا كتبكي والكحول ما بغاش يهبط انا صعب شي بنات غير كيبداو الدمع مازال ما بداوش ترقى كلشي تخربق هي ما فهمتش من الصباح وهي كتبكي ومشكل كبير وما مشكل هادي شفت الرجال ولا الراجل شفت الراجل كلهم هكا اتهمتونا بالخيانه وصبرنا في حقنا اتهمتونا بان مخرويضين وصبرنا في حقنا قلتوا حنا تنعرفوا اربعه ديال البنات في ضربه واحده وصبرنا في حقنا وقلنا معليش هانيه ولكن الصات اللي جاي مسح فينا رجله والله الا حشومه بالله استفدنا من هذا الفيديو انت شايف باج حاطه فيديو ديال الراقصه مايا شتيه وبركتي عليه وتفرجتي فيه وهبطتي وكاتب استفدنا من هذا الفيديو دخلنا عليك بالله غير بيني وبينك شوف او ما حتى واحد ما غادي يسمعنا ولكن بيني وبينك الهضره تبقى هنايا انت داخل تستافد داخل برك على الفيديو ديال مايا وباغي تستافد محشوماش عليك باغي تثير الانتباه نتاع الفتيات انت باغي تثير الانتباه نتاع الفتيات اغيط والله الا اغيط بالله هذا اثبتت ان كلامها عن الرجال صحيح واش اللي جاي مسح فينا الصباط كيفاش الرجال ولا كلام انتوما مالكم كتجمعونا مع بنادم خائن مالكم مالكم تتبقاو تردونا حنايا خايبين علاش علاش واحد خان واش حنا مالنا حنا اللي قلنا له خون حنا اللي دبرنا حنا اللي قلنا له صورها حنا فين كنعرفوه كاع علاش تبقاو تشاركونا معاه الله يهديكم
واش طلقات عاوتاني؟ وهادشي اللي قالت، الا كان برانك ولا كذوب الله اعلم، ولكن راه صورها دونك راه كنتسناو غير الفيديوهات يخرجوا باش نتحققوا من هذا الكلام اللي قالت واش صحيح ولا لا. زمان تعطي فيه الراقصه النصائح، والمشكل ماشي هي في الزمان والراقصه كتعطي النصائح، المشكل في هذوك اللي كيتبعوا النصائح الصاد. راني قلت لك غادي يضربوك بالعين حبيبه ربي معك. يا وديش من يا ودي فوقاش شفنا هاد الزوجات حنا راه لاصقنا على الخبر طلقات؟ فين حنا شفنا راجلها ولا تبعناهم ولا حضرنا شي عرس ولا شفنا شي عرس؟ وفين تبعناهم اختي؟ حنا فوقاش كاع عرفنا هاد الزوجات اختي هي اللي عرفناها طلقات؟ فين ضربناها بشي عين حتى هي؟ اجي علاش ما نديروش 20 درهم لواحد؟ حنا 40 مليون مغربي غنجمعوا 8 المليار ونديروا بها دارت بحال قرعه، وكل شهر ايديها واحد تنكملوا ونوليو اغنياء وبلا ما نحاشيوها لهاد الحكومه. كلشي فكره ماسونيه خصها شي شربات الماء بالرجوله. راه المشكله خايف هذاك اللي غادي يشد النوبه الاولى وغادي يكريط، ما غاديش يكمل معنا الدوره، هذا هو المشكل. خوتي الى هنا ينتهي هذا الفيديو، تهلاو في ريوسكم يا دو، ان شاء الله الحلقه الجايه توب عليكم.